أهلا وسهلا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في درس جديد من دروس التربية الإسلامية، حيث سنقوم اليوم بالحديث عن ما سندرسه في الأسبوع الثامن من هذا الفصل. إذن قبل أن نبدأ لا بد من التعرف إلى الأهداف المرجو تحقيقها من الدرس. إذن الهدف هو ذكر محتويات الأسبوع الثامن. انظر عزيزي الطالب إلى هذه الصورة التي تراها أمامك، ماذا تلاحظ؟ نعم، نلاحظ صفة الغضب وما ينتج عنها من آثار سلبية على الفرد يعكسها على المجتمع. إذن الدرس الأول الذي سنقوم بدراسته هو لا تغضب، الحديث النبوي الشريف صفحة 48، فعن الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا، قال: لا تغضب. إذن سنتعرف قليلا على معلومات عن راوي الحديث أبو هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي. سنتعرف على معاني المفردات الجديدة الموجودة فيه كأوصني. سنتعرف عن الفكرة، فأوصني هي عبارة عن وصية، فنحن نأخذ دائما الوصايا والنصائح من أهل الحكمة. ولاحظ أن الوصية التي كانت صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم هي لا تغضب، وقد استخدم أسلوب النهي، لذلك سنربط ذلك بمادة اللغة العربية، فقد استخدم حرفا من حروفها وهو حرف النهي، وقد فعل ذلك لعلمه أن الغضب من الشيطان وأن له آثارا سيئة وعواقب غير محمودة. فالغضب حالة يمر بها الإنسان تخرجه عن طبيعته، وهذه الحالة هي حالة انفعال. وللغضب أسباب متعددة وكثيرة، سنتعرف على بعضها، منها التعرض للظلم والإساءة أو المزاح الخارج عن حده والسب والشتم والاستهزاء والسخرية إلى غير ذلك من أسباب. وآثار الغضب كثيرة أيضا، منها انتشار العداوة والبغضاء وارتكاب الجرائم كالقتل والإيذاء وسوء الحالة النفسية للشخص. وعلينا أن نواجه الغضب بأفعال متعددة كالاستعاذة من الشيطان الرجيم وذكر الله تعالى دائما وتغيير الهيئة أو السكوت وترك الكلام. ثم ستقيم نفسك من خلال حل أسئلة اختبر معلوماتي الموجودة صفحة 52. ننتقل بعدها إلى السنة النبوية الشريفة ودرس بعنوان محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي من لوازم الإيمان وهي ميل قلبي إليه، فمن آمن بشيء أحبه، وهذا يظهر من خلال السير على نهجه. إذن سنتعلم ما هي علامات محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما هي الأسباب التي تعيننا على حبه. فمن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره، طاعته والامتثال له، الاقتداء به والإكثار من الصلاة عليه، نصرته والدفاع عنه، ومحبة آل بيته وأصحابه. أما الأسباب المعينة على حبه فهي مطالعة سيرته وإدراك الأجر العظيم لمن يحبه والدعاء بأن يرزقنا حبه. وثمرات محبته: نيل رضا الله تعالى ونيل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتشرف بمرافقته يوم القيامة. وإذا ربطنا الدرسين سوية فقد كان الحديث لا تغضب عن الرسول، فإذا أحببنا الرسول امتثلنا أوامره. ثم ستقيم نفسك من خلال الإجابة عن الأسئلة الموجودة صفحة 58، وأذكر في ذلك قول الشاعر: ولد الهدى فالكائنات ضياءه
وفم الزمان تبسم وثنو. أشكر استماعكم أعزائي الطلاب، ولا تنسى الرجوع إلى المنصة التعليمية للاستفادة من أكبر قدر من الأنشطة التعليمية والتقييمات الذاتية المرفقة في الصفحة.